أوروغواي، كوستاريكا، ماتش الليلة الساعة 10. فاليوم حبت ناتالي تخصص فقرة بالانس تتعرفوا أكثر على طبقات معروفة بالأوروغواي، وكمان بدنا نذكر إنه في مسابقة خلال فترة المونديال. رح نعطي سؤال اليوم وعندكم مهلة أسبوع تعطوا جوابكم على صفحة الفيسبوك بيج لإم تي في ألايف، أكيد من وحي مناسبة الورلد كاب. بونجور ناتالي. هاي تينا، كيفك؟ صافا. حبيت إنه بلشنا بالأوروغواي، مثل ما قالت رانيا في كثير اشخاص ما بيعرفوا هالبلد، صح، وما بنعرف شو هي المأكولات من العلم، قصدي صح كمان. فاليوم رح نضوي اكثر عليهم. صح، كل اسبوع رح نهار الجمعه رح خصص لبلد مشارك بالمونديال وبيكون الماتش تبعه بذات النهار. رح احكي عن المأكولات التقليديه وشو هي فوائدها الغذائيه. رح اختار اكيد مأكولات معروفه وكثير تستهلك بهالبلد هيدا. واليوم في ماتش اوروغواي كوستاريكا خصصته للمطبخ، المطبخ الاوروغواي. وهون بدي اشكر سفيرة الأوروغواي دكتور مارتا بيتزانيلي اللي استضافتني بالسفارة، ولكل التيم اللي عم تشتغل معهم اللي كانوا كتير مضيفين واللي كتير ساعدتني تقدر حضر هالحلقة اليوم. نعم. بتحبي نعطي السؤال المسابقة هلا أو بآخر المسابقة؟ كمان مستوحى من المونديال وخاصة من أكيد المطبخ الأوروغواي. في ديسير معروف كتير بالأوروغواي اسمه مصنوع من فواكه معينه. نعم، اوكي. اسمه دولسي دي مامبريلو. والسؤال هو من اي نوع من الفواكه هو مصنوع، من الاسفرجل او من البردقان؟ اكيد لكل الاشخاص اللي بيهمهم انه يشاركوا بهالمسابقه ممكن انه يدخلوا على صفحه الفيسبوك بيج يحطوا جوابهم. اكيد اسبوع الجاي نهار الجمعه بنعطيهم النتيجه، واكيد في برايسز تو بي. اكيد. وبدي كمان اذكر برقمنا 044-444-444 إذا عندكم أي سؤال تسألونا إياه خلال الفقرة. خبرينا شوي عن الأوروغواي. هو أكيد بلد بجنوب أمريكا. نعم. بين الأرجنتين والبرازيل. وشغلة كتير مهمة تنقدر نفهم شوي أكتر هالثقافة، ثقافة الأوروغواي، هي أنه ثلاث أرباع ساكنين الأوروغواي هن أصلهم من إسبانيا ومن إيطاليا ومن كتير بلدان أوروبية. وبالتالي المطبخ الأوروغواي مأثر بهالأنواع من الكوكينج او من المأكولات. يعني نعم. في كثير ثقافه اسبانيول باكلهم، في كثير مأكولات كوميون. هلا اكيد في تغييرات صارت بالمطبخ بالاوروغواي. نعم. ولكن لازم نعرف شغله كمان، انه الاوروغواي من اهم مصدري او مصنعي منتجين الاسفرجل. يعني من البلدان اللي اكثر شيء بتنتج الاسفرجل. وهلا رح احكي اكثر عن شو موجود الاسفرجل كثير باكلهم. مظبوط، السفرجل موجود كتير باكلهم. هيدول اهم فواكه موجوده بالاوروغواي. عندنا نوع من الفواكه اللي هو البيتانجا. هيدا ما بنعرفه، هو اسمه سورينام تشيري او كرزه السورينام. هيدي نوع من الكرز موجودة أكثر شيء ببلاد السورينام وبالأرجنتين وبكل بلدان الجنوبية. وهيدا نوع من الفواكه كتير لوكل، يعني ما بنلاقيه وين ما كان. فوائد هالنوع من الفواكه تينا هو إنه غني كتير بالفيتامين سي، من أهم مصادر الفيتامين سي اللي موجودة. وهو تراديشنال نيتيف فروت، يعني موجود من دايما بهالمنطقة هاي. بلاد الأوروغواي فيها كتير مي، هي بلد فيها كتير مي. ما في عنده يمكن بترول بس عندهم كتير ماء، وهيدي يمكن من أهم الثروة لألون. وبالتالي في عندهم كتير خضار وكتير منتجات زراعية متنوعة جدا. منها أكيد باردون البيتانجا فروت. في البلوبيري. البلوبيري is one of the most high in antioxidant. معروف أكيد قدي مهم البلوبيري بالمواد المضادة للتأكسد. قدي نحن ما بنستهلك بلوبيري. ما بنستهلك بلوبيري بس نعرف شو مهم البلوبيري. البلوبيري من اهم الفواكه، والدراسات فرجت انه الاشخاص اللي بيتناولوا يوميا هالانواع من الفواكه الدماغ تبعهم وخاصه الميموري بتشيخ ببطء اكثر. سو البلوبيري فيها مواد مهمه جدا بتساعد اكيد الدماغ انه ما يشيخ بسرعه. في كمان اكيد الاسفرجل اللي هو غني بالالياف، وخاصه الالياف اللي
اللي بتعطينا البكتين اللي هي بنعمل فيها المربى، بنعمل فيها كتير أنواع من الحلويات. حتى بالمطبخ بالأوروغواي بيستعملوه حتى بالأكل المالح، يعني يستعمل السفرجل بالطبخ. وأكيد في الفيجويا، الفيجويا اللي في عنا بلبنان، صح؟ انت جبتي منها؟ مزبوط، صح؟ عندك منها بالجنينة؟ مزبوط، مش هيك؟ ذكرت. الفيجويا هي كمان فواكه مصدرها أمريكا الجنوبية، وهي بين الجوافة والأناناس. بس هذه يعني كيف مقلع عندك؟ المناخ أصلا، المناخ الأوروغواي تمبيري، يعني بيشبه كتير مناخنا، يعني أوكي. في إشياء ممكن أنه تمشي، مش بس عندي، بكل لبنان في شتول فيجويا وكتير يعني ماشي منيح. هلأ فترة الزهر تبعها، فيها كتير فيتامين سي، فيها كتير فيتامين آ كمان، هالنوع من الفواكه، ولكن أكتر شيء فيتامين سي. سو الفواكه اللي موجودة بالأوروغواي اللي أكتر شيء تستهلك غنية، very healthy fruits. بما أنه كنا عم نحكي عن السفرجل والدولسي دي ممبريل، وما بعرف إذا عم بلفظ مزبوط، ولكن هالنوع من الديسير هو تيبيكال يوروغوايان، تيبيكال كمان من البلدان اللي محيطة باليوروغواي. هالنوع منه مربى، هو شبيه للمربى، مربى السفرجل، ولكن أسمك، يعني بيعملوه بيقطعوه شقف، بيستهلك كمثل مثل جيلي، مثل قطعة حلو يعني، صح، قطعة حلو. وكتير يستهلك هالنوع من الديسير مع جبنة، يعني الجبنة والمربى، مربى أو مش مربى بالأحرى، هالبات بات السفرجل تستهلك كتير مع الجبنة، وهيدا من الأطباق اللي معروفة بالأوروغواي. أكيد في عنا كالسيوم، وعنا بنفس الوقت هالألياف اللي موجودة بهالبات بات السفرجل، بيكلوها مع مانشيغو تشيز، مع كتير الكومبينيزون طيبة. وبنفس الوقت هلأ يمكن فيها سكر، ولكن فيها نسبة ألياف مهمة، وليش لا ما نستهلكها كديسير، بتضلها يمكن صحية أكثر. من الأشياء التيبيك أو الخصوصية باليوروغواي هي الويكلي ماركت، يعني في كل أسبوع بكل حي الأشخاص فيهم ينزلوا على الطريق، في إتلاج خضرة وفواكه. قد ما في خضرة باليوروغواي، قد ما في فواكه، قد ما طبيعة غنية، في كتير منتجات زراعية موجودة. دونك كل أسبوع في البروديوسرز، يعني عادة الناس بتاكل دغري من الفارم لعندها على البيت، طازة خضرة وفواكه، كل أنواع الفواكه، وهذا الشيء كمان معروفة فيها الأوروغواي. في عنا كمان تارت معروفة كتير، هي باسكوالينا، اللي فيها معمولة من السبانخ أو من السلق. هي بتنعمل عادة على باك، اللي هي كتير فيها كاروتين. عنا كمان بات فاينا، معمولة من التشيكبي، فيها كتير ألياف وفيها كتير حلي، مزبوط، مصنوعة من الحمص. وشغلة قبل ما ننهي، ما فينا ما نحكي عن التشيفيتو ولحمة الأوروغواي. كان بدي أقول لك الأوروغواي يوجلي، مزبوط، هي تيبيكال فود، يعني مثل البرجر بأمريكا. التشيفيتو هي نوع من ساندويتش معروف كتير، واليوم عشية باليوروغواي ستريت بدون يشجعوا أكيد ماتش الأوروغواي. سو سفارة اليوروغواي رح يكونوا موجودين، رح يكونوا موجودين، ورح يدوقوا الناس شيفيتوز. شيفيتوز، وما ننسى إنه اللحمة اللي عادة موجودة بالأوروغواي فيها نسبة دهون مشبعة أقل. وأكيد غنية بالكاروتين. حلو. لحمتهم كتير معروفة. نايس. خاصة وقت اللي بنحكي عن الباربيكيو، وعن أكيد شهيتينا نتالي كله تغذية متوازنة، خضرة وفواكه كتير أكيد. فمشجعي الأوروغواي صار عندهم سببين يشجعوا الماتش الليلة. مظبوط، صاروا يعرفوا أكثر عن العناصر الغذائية وأكيد والمعلومات الغذائية. ثانكس نتالي، بون ويكند. رح ناخذ وقفة سريعة مشاهدينا ومن كافي سوا.